قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن حوالي 34 شركة نفطية منقبة عن النفط والذهب والمعادن الأخرى رحلت خلال السنوات الماضية. وأوضح هادي خلال استقباله اليوم بصنعاء أعضاء الأمانة العامة لحزب التجمع الوحدوي اليمني، أوضح أن عملية الأمن والاستقرار تأتي بالاستثمارات والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، منوها بأن اليمن الاتحادي هو الطريق الأفضل من أجل تكريس الأمن والاستقرار والوحدة والمشاركة الواسعة في المسؤولية الوطنية وتوزيع الثروة والسلطة على أساس الحكم الرشيد والابتعاد عن المركزية التي كان لها الأثر السلبي في تدهور الأوضاع جراء الاستحواذ والمركزية المفرطة وعدم العدالة والمساواة. رئيس الجمهورية وخلال اللقاء أشاد بتوجهات ونهج الحزب منذ البواكير الأولى للاتجاه إلى إعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1900 للميلاد، كما أشاد بأدوار الفقيد المثقف والسياسي البارز عمر الجاوي، والتي قال عنها إنها كانت واضحة للجميع، وهو مع زملاء له سعوا لتوحيد اتحاد الأدباء قبل 22 من مايو.